الست تاليا هانم. انا بقى ايوه بعد ما خلصت كادرون باختلاف النسخه الرابعه بعديها بقى انا رحت الاوبرا. انا حاليا بغني في الاوبرا وانا دلوقتي في فريق دريم باند. انا عملت باند مع اصحابي واتمنى ان كل الجمهور يدعمونا في صفحتنا. ماما عايزه تسيطر عليكي باي شكل عشان نبقى متفقين. لو انت عماله ايه سيبوها على راحتها والنبي. انت متاكده انك عايزه تكملي في الغنى ولا نمثل ولا نعمل ايه؟ انت لازم تمثلي. انا حاليا بحب امثل، بحب اغني، ايوه، وبحب العب كوره. بتعملي ايه؟ لا بتعملي ايه؟ قالت لي انا لسه جايبه جون صاروخ. مش كده؟ مش قلت لي كده؟ اه ما يهمناش. اه قلت انت هتخوفنا ولا ايه؟ الحاجات اللي انت بتعمليها. الحاجات اللي انا بعملها دايما انا راقصه باليه. الله. بغني في الاوبرا. وبنتي كمان انت عارفه كده؟ بتحب الباليه. بتدرب سباحه. وبتدربي سباحه وبتلعبي كوره وبترقصي باليه وبتحبي التمثيل وبتغني وايه كمان؟ وجبتي جون صاروخ. وانا خريجه انشاد. خريجه انشاد، خدتي الشهاده خلاص كده. طيب قولي لي بقى انت اخترتي ايه بقى هتسمعيهولي او هتوريهولي النهارده غير انك انت حكيتي لي يعني تاريخ العيله؟ قولي لي. قالت لي اسمها السباعي بالمناسبه. صح؟ لا لا عادي احنا يهمنا كتير. ماشي يا ستي. قولي لي بقى هنغني ولا همثل ولا هنجيب كون صاروخ؟ قولي لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغني. هنغني؟ هنغني ايه بقى بما انك انت عندك باند وكونتيه مع اصحابك؟ اغني اغنيه بس هي يا لغات كده يعني، قول عربي على انجليزي على فرنساوي. ماشي، انا بحب اشق طريقي في الانجليزي قدر الاستطاعه. يعني اعذرينا احنا مش قدك. هتستظرف ولا ايه؟ انا اصلا حاليا أيوة؟ أنا في المدرسه انا باخد لغات. ماشي يعني انت حتى قلت لي السبيلنج بتاع الاسم بتاعك كله بالانجلش. طب اقول لك على حاجه؟ قولي لي على حاجه، احنا مش هنغني وهنرغي، قولي. انا اصلا عارفه الارقام بال بالفرنساوي. طب قولي لي بقى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا ولا 11 11 12 13 14 15 16 17 18 لا 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 ده احنا بنعدي بقى. طب هنغني ولا هتكروتيني؟ هنغني طبعا. هنغني، اتفضلي غني وسمعينا. يبقى انا سمعت شعر وبسمع غنى. ماشي قولي. مصر بتسلم عليكو بتناديكو بتناديكو ان في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحه لكم ايديها كله يتراهن عليها. مصر تانية تبني الأهرامات. It's a land of inspiration and the cradle of civilization. Egypt is the great gift of the Nile. With more work and dedication and with the people's love and devotion, Egypt will be rising once again. Pour l'Égypte de nos jours, peuple uni et plein d'amour, passons tous ensemble mon chemin. Écrire une glorieuse histoire, j'en vis prospère plein d'espoir. C'est ainsi que nous voyons nommer. يلا بينا كلنا نسقف، كلنا يلا روضة، كلنا نسقف، كلنا كلنا كلنا. عربي وانجليزي وفرنسي. السنة الجاية بقى هنغني ايه؟ اسباني ولا ايه؟ ولا ايطالي ولا احنا لازم نلاقي حاجة جديدة. امال انت هتجيلي السنة الجاية هتقولي لي ايه جديد؟
السنة الجاية هاجي العب كورة في الاستوديو. انا عايزة اغني لك اغنية. ايوه. عن اللي هي مصر. عن مصر. السنة الجاية ولا السنة دي؟ السنة دي. السنة دي دلوقتي؟ قولي 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 يا نجمة الحفلة قولي. اغني تعيش يا بلدي او نفكر مع بعض. أنا خلاص تعيش يا بلدي. ماشي. حتة صغيرة. يا جماعة عندها شخصية طاغية. تعيش يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي 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 يا بلدي وزرعك أخضر. والنهدي تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش واسمك في الكون بلالي، تعيش ومكانك شغال طوالي، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيشي. برافو 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 برافو. مين اللي اكتشف الأروبة دي فيكو؟ مامتي. مامتك؟ ما كنت لسه هتقولي أنا عملت إيه كده؟ لا مامتي. اكتشفت إزاي؟ هي ماما بتحب الأغاني. حلو. فكانت بتقعد تسمع كتير وهي صغيرة، فكل شوية تقولي صوتها حلو، صوتها حلو. رأيك إيه في اللي إحنا عملناه من ساعة ما دخلنا الاستوديو ده؟ أنا عايزة أقول لحضرتك الحاجة. اتفضلي، بابا هيقعد ساكت طبعًا. مشكله عشان كده قلت تدخل لوحدها. ايوه يا جماعه ايه تتفضل تدوروا. يعني انا وصلت الحمد لله ان انا دلوقتي بقيت بغني وبلعب سباحه وراقصه باليه. ايوه. يعني وبلعب كوره. بلعب كوره. بدخل جون صاروخ. بتنشدي. والانشاد بقى، يعني الانشاد دي بقى حاجه المفروض الاساس يعني. طبعا ده يعني اهم اساس. ده انشاد ديني ده؟ طبعا.